بسم الله الرحمن الرحيم. اوقات كده بتقعد تسال نفسك، هو انت عايز ايه المدير الفني؟ ما الفرقه بتكسب اهي وشغاله وزي الفل، هو المدير الفني جاي ليه؟ عشان خاطر احقق لك نتائج. يبقى خلاص النتائج بتتحقق اهي، مش مهم بقى اداء، مش مهم اللعيبه، لا بتاع مباراه زي مباراه النهارده تكون مستمره معاك في الماتشات الكبيره، مش مهم خالص الكلام ده، اهم حاجه بالنسبه لك ايه؟ تجيب نتائج، والنتائج اهي الحمد لله بعد مباراه ثانيه في الدوري قدام غزل المحله الاهلي بيقدر ان هو يكون متصدر الدوري. تقول لي بقى ده، تقول لي محمد مجدي قفشه لسه عايش على القضيه ممكن، والراجل نوعا ما ما بيكونش موجود جوه المباراه الفعليه، اقول لك ماليش دعوه. هتقول لي ان جيرالدو بيلعب ليه؟ اقول لك طبيعي جيرالدو مش لاقي له تصريفه ولا لاقي له بيعه، وبيلعب عشان خاطر ال 40 مليون اللي هياخدهم لو جيت مسخت العقد معاه بكره الصبح. هتقول لي طب هو بيلعب ليه جناح واحنا بنلعب 4 4 2 ومفترض كهربا بيلعب مهاجم ثاني؟ اقول لك ان يعني الخريطه الحراريه اللي كانت بتنزل لمحمود كهربا في قناه ام كان بتقول ان الراجل بيتحرك اغلب الوقت في نص الملعب، اللي هو طب يابا انت بتلعب جناح ولا بتلعب مهاجم تاني ولا بتلعب ايه؟ وبرده الخريطه الحراريه بتاعت محمد شريف بتقول لك والله ان الراجل لعيب ممتاز جدا، والراجل نوعا ما تقدر تقول عليه ان هو مهاجم كويس لو هتقارنه مع مروان محسن، انما لو هتقارنهم هما الاثنين مع مهاجم اجنبي كويس هتجيبه، فاعتقد الغالب هتكون المهاجم الاجنبي. اما لو انت جايب مروان رقم واحد وشريف رقم اثنين واحمد ياسر رقم ثلاثه، فدي ربنا يستر منها، عشان بصراحه الواحد بيخاف من الحاجات اللي هي الغريبه دي، تلاقي لعيب مشي مباراه سجل هدفين يقول لك والله الراجل تمام وزي الفل وهو ينفع هو انه يكون معاك السنه. لا الكلام ده مع في اختلاف، لان انت لو اتفرجت على الجونين بتاع محمد شريف راجل عامل مجهود عظيم، عامل مباراه كويسه، بس شريف بيشي خربها في الجونين. يعني الجون الاول تسال نفسك هو البيشي طالع ليه؟ بجد والله مفيش طلع ليه؟ طب ليه يا حبيبي؟ احمد شريف جابها والحمد لله الراجل نزل والحمد لله كويس. طب بص برضه على الهدف الثالث، هو البسبيشي برضه طالع ليه؟ بقى يا عم هو محمد شريف ربك اراد ان الراجل يجيب الهدفين يا عم، انت بتركز في كل لقطه ليه؟ هتقول لي بقى جمل تكتيكيه وعزمه فنيه ويبدا، اقول لك بص على الجون الثاني شغل ممتاز جدا اهو، ايمن اشرف المساك طالع يزيد والراجل بيلعب كروس زي الفل. لا هو تقريبا ايمن اشرف بصل معلول وبعدين معلول رجعها تاني والراجل عمل الكروس ومحمد شريف حطها جت في العارضه جت لكهربا خلصها. طب تعالى يا كهربا، لو انت كنت جبت الكوره اللي جت لك في الشوط الاول كان زمان الموضوع بدا يبقى كويس وممكن نكسب المباراه 5-6. تقول لي 5-6 ليه يا مفتري؟ احنا بنلعب قدام فرقه محترمه متعادله قدام سموحه على المباراه الاولى في الدوري. ما عنديش معاك اي مانع، تمام انا متفق معاك جدا في الكلام ده، بس فرقه غزل المحله لو قارنتها بالطلعيه بنك اهلي صرف وجاب مدير فني، سيراميكا صرف ومعاه كابتن هيثم مدير فني كويس، انما لو دورت كابتن خالد العيد طالع باللعيبه اللي معاه من الممتاز بيه غالبا كده طالع يشم بيهم الدوري الممتاز عامل ازاي، وهيرجع تاني مع احترام الفريق غزل المحله. بس حتى المهاجم الافريقي انتوا مش جايبين اي حد، بتعتمدوا على خبرات زي لعيبه زي فتحي مبروك واحمد الشيخ، ونوعا ما بتعتمدوا على واحد زي اسلام فؤاد في الخط الهجومي، وعندكم النادر ده لعيب كويس، بس دول ما يقعدوكش دوري ممتاز صراحه، يعني دول ما يقعدوكش ده ممتاز، دول يخلوك تفضل تتنافس في النهايه كده على ان انت تحاول تطلع المركز اللي قبل الاخير. هتقولي طب ده ايه علاقته بالعزمه اللي عملها ماتش الاهلي؟ يا دي حاقد يا حسود على الفريق. اقول لك ما انت لو قارنت كل ده باللي الاهلي عمله جوه الملعب والاداء اللي الاهلي كان فيه هتعرف ان المباراه اقرب لتقسيم، ما تشتمش هو المباراه فعلا اقرب لتقسيم. يعني فان انا اقعد اقول ان كهربا عمل جيم ممتاز وكهربا يستاهل يلعب ماتش الزمالك، اه ما ماتش سموحه اللي جاي يكون متاجل عشان خاطر ماتشات افريقيا، فهنرجع نلعب ماتش الزمالك على طول. طب محمد شريف يلعب ماتش الزمالك؟ آه يابا اي حد على مروان محسن يلعب ثوابت. بس هل شريف لما اتحط في الضغوط اللي كان بيتحط عليها مروان محسن فرق كبيره ومفيش مساحات زي اللي هو بيلاقيها في الماتشات دي، الدنيا هتكون بالنسبه له عامله ازاي؟ دي حاجه لما اشوفها اقدر احكم عليها، انما ما اقدرش احكم عليها غيبيا. يمكن راجل يلعب ماتش الزمالك يقدر يعدي واحد على واحد، راجل عنده سرعات، الراجل بيشوط، كان جناح، فطبيعي ان هو تلاقي عنده مرونه وخفه ورشاقه اكتر من مروان محسن اللي هو راجل نوعا ما بيكون محطه اكتر ما بيكون فروت. يا اخي سبحان الله، حتى جيرارد والكره اللي اتلعبت له بالعرض الراجل لعبها بطريقه غريبه جدا، هو طب اديني اماره انك افريقي، اديني اماره انك لعيب احسن من اللعيبه اللي عندي، بس سبحان الله والله الراجل مش مصمم بجد. وتبص على برضه يعني اللعيب الافريقي التاني اللي عندنا اجيري ما حدش عارف هو غايب ليه، بس المهم ان هو غايب. اهم حاجه ان احنا شفنا اطراف الاهلي سريعه، اه شفنا اطراف سريعه، اه ما كناش عارفين احنا الفرقه بتلعب 4 2 3 1 ولا 4 4 2 ولا بنلعب 4 3 3، مش مهم الخطط ولا مهم التكتيك ولا مهم الاداء ولا الكلام ده. إيه قلت لك من البدايه الراجل بيديك نتائج خلاص ارضي بالنتائج وزي الفل، لما الراجل يعك وتلاقي النتيجه راحت مني ونقعد نقول تعالى بقى نتحاسب. انما الراجل الحمد لله جاب لنا افريقيا وجاب لنا كاس مصر، اداء بقى تكتيك شغل فني مش عايزين منه، واحنا عايزين ايه؟ اديني مكسب واديني نتائج، اديني نتائج وانا اقول لك اعمل اللي انت عايزه يا بابا، مش مهم بالنسبه لي الاداء ولا الشغل التكتيكي ولا الشغل الفني ولا مش مهم. اهم حاجه النوايا، والكره ماشيه ايه؟ اديها شويه نوايا هتلاقيها سالكه، وليك في الجولين بتاع محمد شريف